نروح محافظة أسوان اللي كان فيها فعالية للترويج للسياحة. الفعالية دي قام بيها مجموعة من الشباب والفتيات اللي بيمارسوا رياضة التزلج، قدموا عروض مبهرة جدا في الحدائق العامة وتفاعل معاها كمان الأجانب والسياح. بلعب سكيت بقالي تقريبا سنة أو سنة ونص. طبعا الرياضة دلوقتي بقالها أكتر من سنتين منتشرة في أسوان وبر أسوان وفي محافظات كتير. غالبا كل اللي بيشوفنا بيبقى نفسه إن هو يجرب التجربة دي لأنها ممتعة جدا، ويعني بنقضي وقت حلو قوي وبتشغلنا، ويعني وفي نفس الوقت رياضة. يعني اتمنى الكل يشارك، وكل اللي يشوفنا يشارك معانا. الاول بدانا مع بعض موضوع الرياضه هنا في سكيت في اسوان او في خط الصعيد عموما، وكنا من اول ناس المؤسسين في خط الصعيد، يعني كان اول جروب. يعني احنا حوالي 20,000 على الفيسبوك، وعددنا كبير وبنمارس الرياضه من بدري. بنشجع الرياضه هنا على خط الصعيد، وان هي رياضه جديده هنا غير رياضة العجل. بنحاول ان احنا ننشط السياحة في أسوان، وبنحاول ان احنا نكتشف اماكن جديدة في أسوان صالح ان احنا نلعب فيها السكيت، زي مثلا أسوان الجديدة، جزيرة النباتات، اكبر اشهر جزيرة فيها اندر النباتات بنروح ننطلق فيها كل سبت، وفي اكتر من مكان في أسوان، وحابين ان احنا يكون لنا اماكن مخصصة للهواية بحيث ان احنا نمارسها اكتر بشكل امن، نظرا لان الغالبية العظمى اللي ممارسينها اطفال. طبعا هي اللعبة ممتعة جدا، بتحمس وبتطلع طاقة كبيرة جدا بتكون موجودة في الجسم، بتنمي مهارات الانسان، وناس كتير بتفرح بيها. واكتر حاجة بتعجبني وبحبها في المكان هنا ان حتى الاجانب بيجوا وبيتبهروا ان في مهارات زي السكيت وزي البورد سكيت موجودة هنا، لان هي طبعا اللعبة دي مشهورة عندهم اكتر، وبيتصوروا معانا وبيفرحوا ان في حاجة زي كده موجودة في بلادنا. انا قلت الرياضة مش هتبقى كويسة يعني وكده، ولكن لقيت انها احسن الرياضات، كانت احسن من الكورة وكده، وكانت بتاخد كل وقتي. كان بنقابل هناك، كنا بنلاقي سياحة كتير جايين يتصوروا معانا وعايزين يلعبوا اللعبة. حبيت الصراحة، وكان كله بيدخل كنت عارفهم، محدش بيعامل حد هنا وحش، كنا بنعامل بعض حلو. أنا حبيت الفكرة وحبيت إن يعني الترابط اللي بينهم، وهم دول أنا دلوقتي يعني هي دي عيلتي اللي أنا طلعت بيها هنا من أسوان، وهم دول اللي أنا يعني بطلع طاقتي معاهم، وطاقتي السلبية بتطلع بإيجابية كتير وانا معاهم، ويعني الحمد لله ان انا كنت مع التيم ده. الحقيقة اللعبة دي على قد ما تبان ان يمكن ما لهاش جمهور او ناس كتيرة يعني بتلعبها، لكن هي في الحقيقة ناس كتيرة قوي بقت بتلعب لعبة السكيت او الباتيناج، خلينا نقول ليه هواة كتيرة جدا. طبعا ابتدوا يتعلموا الاول يا شاذلي عن طريق ان هم يتفرجوا على فيديوهات على يوتيوب في الاول خالص، بعد كده بعد ما طبعا يلبسوا الحاجات اللي هي للوقاية والهلمت والخوذة والحاجات دي، ابتدوا ان هم يطبقوها في الشارع. بقينا نشوف حتى زي ما شفنا في التقرير بنات سنهم صغير جدا جدا بيلعبوا اللعبة دي، وهي بتديهم احساس انه كأنهم جايبين عجلة لكن هي قادرين ان هم يتحكموا فيها. عايز اقول لك يا شاذلي ان اللعبة دي اصلا ابتدت سنة 1700 في هولندا، ده تخيل. قديمة بس يمكن عندنا مش منتشرة قوي، لكن زي ما سمعتوا من خلال التقرير الصفحة بتاعتهم او الجروب بتاعهم على الفيسبوك فيه 20,000 واحد، دول اللي بيمارسوا اللعبة فعلا. لكن انا بحب اتفرج عليهم، بحب اشوف العروض بتاعتهم اللي بيقدموها والغرض كمان من تقديمها. يعني شفنا الشباب الجميل اللي في اسوان بيعمل ايه، الغرض من الموضوع ده ايه، انه ينشط السياحه، فبيروحوا في اماكن جديده لسه، مدن جديده زي ما قالوا، بنروح اسوان الجديده وغيرها عشان نعرف الناس بالاماكن الجديده اللي موجوده في اسوان وتطوير كمان اللي حصل في اسوان. فالغرض منه الحقيقه حاجه كويسه جدا.